الشاعر يا عين وكلامهم مسنا سألونا تبقوا مين مين قدمنا نفسنا جرحونا برمش عين يا عين وكلامهم مسنا سألونا تبقوا مين مين قدمنا نفسنا بس احنا اللي القمر يا قمر معرفش يذلنا الناس طلعوا القمر وقمرنا نزلنا احمد عبد اللطيف مهندس معماري ولا ايه؟ لا انا مهندس اتصالات. اتصالات وشغال شغال بس مهندس سوفت وير يعني سوفت وير. والغنى بالنسبه لك شيء مهم؟ مهم جدا طبعا. واضح انك متربي في بيت بيحب التراث في الاغاني القديمه. انا بحاول دايما يعني اعمل بالانس ما بين دراستي في الكليه وشغلي والفن يعني. ونجحت نلعب ما لحد دلوقتي يعني. لا ناجح وهنستمتع بيك في الايام جايه كتير. شكرا حبيبي ربنا يخليك. بشكرك جدا.